كيسيون قعدت تقال الوليد ما عادش تحب تعرس. مي بيان سور غادي سي البنات الوليد ما عادش تحب تعرس، بما انهم البنات مطايشين، بما انهم تحل انستغرام تلقى البنات عريه، بما انهم الشاي كي تخرج تسهر قبل طفل شيخ ونمر وي كان يخلط عليك حتى للباركينغ ويلحلح توا يضحك لها يغزر لها تمشي له هي. مي سي نورمال البنات العائلات مش باش يلقاو رجال، سي نورمال الاولاد كل يوم بيتين عرايس دونك ما فماش علاش باش يخمو في العرس على خاطر كان الراجل اولويته انه يعرس بوغ ديكوفغيغ لا فام. توا النساء مطيشه بالانستغرام بزنسها يقبلها الشاي كله على برا، الشاي كله اكسيسيبل. سي نورمال سي نورمال انه الرجال ما عادش تحب تعرس، حاجه طبيعيه على الاخر كله ماشي جرايد. دونك نقول البنات العائلات ضحايا البنات الفساد اللي بيعوا في رويحهم الرخاص اللي بسي سيجارو اللي تمشي على المخدرات اون با دير على كلمتنا هذاك جست تمشي تروح تبات معاها تتلوج لا كامله حاسينو هذوما البنات هذوما هما اللي غلاو الخبز وهذوما البنات هذوما اللي لازمهم